السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ مبدئيا كده انا جاية اتكلم في كام كلمة بس عشان خاطر ايه برضو تبقوا فاهمينها، وعايزة ارد على كام حاجة. تمام، اول حاجة من ضمن برضو الحاجات اللي الناس يعني انتوا شفتوا الدليل اللي محمود نزله وتوتا نزلته، الفيديو الاخير اللي محمود بنزله، ان ده كله كان مقلب هم عاملينه فيه. برضو انتوا دخلتوا كلمتوني واحنا عارفين ان ده كان مقلب وده سلسلة وده وده وده. يا جماعة انا لو معاهم انا هعمل كده ليه؟ تمام. تاني حاجة، لو كانت دي مقلب وسلسلة وانا فعلا كنت مشتركة معاهم، كانوا هيخلصوها بدري كده ليه؟ ولا انا كنت هرضى اخلصها بدري ليه لو انا معاهم؟ لو هما نزلوا فيديوهين لما انا رديت عليهم قلت لهم اتكلموا، يعني حتى لو دي سلسلة احسبوها بالعقل كده، لو دي سلسلة كانت هتقعد فترة، طول وقت، لكن فيديوهين مش منطقي خالص. تاني حاجة، الناس كلها بقت تكره الناس اللي على اليوتيوب بسبب المشاكل وبسبب كل ده. انا هعمل حاجة زي ديت عشان اكسب شوية مشاهدات وشوية فيوز الاول، وبعدين الاقي نفسي الناس كلها كانت بيكرهاني في الاخر؟ لا طبعا. تاني حاجة، انا بطلع اتكلم معاكم مش عشان خاطر زي ما قلت لكم مشاهدات ولا اي حاجة، لا انا بحب اعرفكم الدنيا. انا لما طلعت زمان وقلت لكم ان انا ومحمود سبت بعض، وقلت لكم انا عملت الفيديو ده عشان تبقوا عارفين ان انا خلاص سبت محمود عشان ما تسالوش تاني عليه. رد على رد هو ده اللي خلينا انا وهو نتكلم كتير. تمام، لحد ما جابوا صالحني. الرد بقى انا على الفيديو اللي توتا ومحمود عملوه، بصوا يا جماعه، عامه المقالب يعني احنا دايما بنعمل مقالب في بعض، انا ومحمود بعمل في توتا، توتا بتعمل فيا. اولا انا لسه ما صالحتهمش، والله العظيم بعد المقلب اللي هم نزلوه انا لسه ما صالحتهمش. حته ان انا مش متضايقه، بس انا ايه شبه اللي هو ايه زعلانه، حاجه بسيطه زعلانه بسبب اللي هم عملوه كده فيا. تمام، انت لما تبقي قاعده ولا تلاقي جوزك مصور مع واحده صاحبتك او خطيبك مصور مع واحده صاحبتك، ده احساس صعب. تمام، انا اتضايقت جدا طبعا كلكم ان انتوا شتمتوا توتا، تمام، بس عشان خاطر ايه وشتمتوا محمود مش شتمتوني. انا لا بدافع عنهم ولا اي حاجه، هو اكيد انا زعلانه منهم وهم شايفين ان انا زعلانه منهم. المقلب دوت يعني ما كانش في وقته، لان انا كنت تعبانه اولا، وما كانش ينفع حاجه زي دي تبقى مقلب. حتى انت يا محمود لو بتعملها، تخيل حط نفسك مكاني، ان انا اتفاجئت وانت تعبان وقاعد في البيت ان انا نزلت صورت مع واحد صاحبك، هتقولي انا راجل وانت ست وما ينفعش وينفع وكده؟ هقول لك لا، المشاعر واحده عامه، انت لو هتتوجع انا كمان هتوجع. تمام، بس هي الشعب المصري بيسموا حته ايه اللي هو راجل وست، الراجل يجرح وعادي عشان هو راجل ويعمل كل حاجه، لكن الست ايه لا ما تعملش اي حاجه عشان خاطر عيب، دي ست ما ينفعش. بس لو هتحسبوها ده هو هيتضايق، انت هتتضايقي اكتر، بس هو المجتمع نفسه كده. تمام، فانا جيت بقى اتكلم في حته ان والله يا جماعه زي ما قلت لكم، وهم الحمد لله يعني ان هم كانوا عاملين اثباتات ان هي تثبت ان انا ما كنتش معاهم، وان هما كانوا عاملين مقلب ده فيا. تمام، انا ما قبلتش ان انا اصالحهم. ليه؟ عشان خاطر ان ده مش مقلب يتعمل، نهائيا. المقلب بيتعمل ننهي في نفس اليوم، يا جماعه ده مقلب. لكن ان فيديو ينزل على اليوتيوب اتفاجئ زيكم، انا لقيت الاشعار جالي من محمود، قلت محمود نزل فيديو، يعني محمود مش بالطبيعي انه ينزل فيديو الا ما يخش يقول لي انا هنزل كذا كذا او هيصور كذا كذا. فوجئت، دخلت انا الاول ما انا طلعت وقلت لكم ارمي الزعلانه ومفيش اي حاجه. انا اللي ضايقتني اكتر حوار الخروجه، حوار الهدايا. انا برضو لسه يعني والله العظيم ما بهزر، انا لسه متضايقه وشايله منهم جدا. تمام، لان ايه انا ما بحبش كده، يعني الاحساس نفسه صعب، وهي عارفه معزتها عندي وعارفه ان انا بحبها، وانا عارفه ان الناس كتيره بتقول اللي هو يا ندى انت الغلطانه، انت اللي عملتي كده وانت السبب في كل ده. بص يا جماعه، انا عندي بنات صحاب كتيره جدا جدا جدا، يعني انا اصلا كنت طالعه من ايه من التجاره، فكان ليه بنات كتير كتير. تمام، انا ما دخلتش ثانويه عامه، انا ما كنتش اصلا حابه التعليم. فالمهم ايه، في التجاره انا طالعه يعني بنات فوق ما تتصوروا، نزلت اشتغلت عندي بنات كتيره، علاقاتي صحابي عندي يعني انا اعرف بنات كتير. هي البنات الوحيده بس اللي انا يمكن بامن لهم على كل حاجه، وهم اللي صحابي قوي وهم اللي بتكلم معاهم قوي وهم اللي واثقين معاهم قوي، اتنين، هي توتا وندى مسعود. تمام،
يعني اللي هو انا مش هقول لكم ان انا عندي دي صاحبتي وانا عندي صحاب كتير وبقاعد دول مع دول، لا هما الاتنين دول بس، توتا جنبي يعتبر ان انا جنبي هي كمان، بس انا ده عند تيتا، فاللي هو ايه احنا جنب بعض، فدول انا بثق فيهم جدا وهما نفس النظام. انا اعرفهم ديت من فتره كبيره ودي من فتره كبيره، انا بصوت من ابتدائي توتا من 5 سنين تمام. فحته ان انا غلطانه ومش غلطانه، لا انا كنت واثقه في توتا وعارفه ان الحوار دوت اللي هو الشكل ان شاء الله، وكنت بقنع نفسي ان شاء الله هيطلع مش حقيقي. تاني حاجه من الحاجات اللي زعلتني ان انا اكتشفت بعدين ان امي كانت عارفه ان هما بيعملوا فيا مقلب واخواتي. طب اشمعنى الحاجات دي حصلت وانتوا ما عرفتنيش؟ ليه ما قلتوليش ان ده كان مقلب؟ بالعكس يعني انا كنت هاخد الامور عادي وهكلمهم واقول لهم يا جماعه خلاص ايه يلا نتصالح، يلا يلا نتكلم عادي تمام. لكن انا ما كنتش هعرف بيه اي حاجه. محمود انا عارفه ان محمود مهما تكون بنات الدنيا والاخره قدامه عمره ما يبص ولا يكلم اي حد. اختبرته كتير كاختبارات، اختبرته كتير جدا وعملت معاه حاجات يعني ممكن انتوا ما تتصورهاش بدماغكم تمام. بس حته اللي هو ايه كلامكم نفسه انتوا اللي كنتوا بتسخنوني عليهم في حته. دخلت ناس كتيره دخلت لي على الانستجرام وكده عماله تقول لي محمود بعد ده كله، بعد ده كله سابك باعك، اللي هو اقنعتوني ان فعلا بعد ده كله محمود سابني وباعني وطلع في الاخر بتاع مشاهدات، طلع في الاخر بتاع فلوس. انتوا عملتوا كده فضلتوا تقولوا على صاحبتك، فانتوا اللي وصلتوني ان انا اعمل الفيديو اللي فات. لكن احنا لو مقلب ولا حاجه انا كنت طولت فيها، لو دي سلسله كنت طولت فيها، بس انا ايه اللي هيخليني اعمل سلاسل؟ خش انتوا تعرفوني انا طالعه على اليوتيوب بقالي سنه، لا عملت سلاسل ولا عملت مقالب ولا عملت الحاجات دي، الحوار ده اصلا مش في دماغي. خشوا على السنه بتاعتي ديت هتلاقوا كل الفيديوهات بتاعتي عباره عن مقالب وبنهيها في نفس اليوم، ان هو مقالب لا اما تحديات لا اما فلوجات لا اما يومي. يعني انتوا عارفين ان حته السلاسل دي مش فيا انا شخصيا، وكل اللي متابعيني من اول ما فتحت القناه عارفين ان انا طريقتي كده، ان انا ما بعملش جو اللي هو ايه سلسله وفيديو والحاجات دي تمام. فدي برضو نقطه ثانيه انا عايزه اكلمكم فيها، والله انا حوار السلسله دي ما عرفتها غير منكم. انا ما كنتش اعرف اصلا قبل ما اخش اليوتيوب، لان انا ما كنتش مقتنع بيه، لا اعرف حاجه اسمها سلسله لا اعرف حاجه اسمها فيك. اتفاجئت بالاسمين دول معاكم، لكن ان انتوا عارفينهم. تاني حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي توتا اتكلمت فيها، توتا بتقول ان هي كانت عايزه تعمل كده عشان خاطر توصل للبنات ان انت برضو ما تستكش في اي واحده عشان خاطر ممكن تاخد منك ايه خطيئه. خدوا بالكم يعني هم اللي انا فهمته منهم وانا بتفرج على الفيديو ان هم كانوا عايزين يعملوا حاجه زي كده يحرقوا دمي، وفي نفس الوقت يفهمكم انتم ان مش اي واحده تثق في مين، في صاحبتها ولا خطيبها، ده اللي كانوا في دماغهم تمام. فانا اكتشفت منهم كده حته. طب انتي انا ده ليه ما كلمتهمش وليه زعلانه منهم؟ اكيد انا زعلانه منهم لان انا ما كنتش حابه ان في حاجه زي كده تحصل فيا من غير ما هم يعرفوني. حته انا هسامحهم انا مش عارفه، انا مش حته هو بص هو الحوار مش كبير اوفر لدرجه ان انا اخسر محمود عشان مقلب، لان انا بعمل فيه حاجات كتيره واوحش من كده. حته التوته ما فيش يعني ناس كتير بتقولي خلاص لو رجعتوا لبعض اقطعي علاقتك بيها، لا ما ينفعش برده في نفس الوقت اقطع علاقتي بيها، لان ديت صاحبتي واللي هو انا فاهمه ان هي كانت قصدها لا يترخم عليا، بس هي لقيت ايه الكلام والكومنتات. واحده غيرها الصراحه يعني انا والله العظيم ما بدافع عنها، واحده غيرها ما كانتش هتستحمل الكومنتات اللي انتوا قلتوها. فانا يعني انا مش بحلل لها، بس انا برضو بتكلم معاكم، انتوا تلات ارباعكم جايين مع الموجه، اللي هو لو حد نزل حاجه حتى انا يعني انا واحده ماليش دعوه نزلت حاجه عشان خاطر الناس طلعت وعملت سلسله وقالوا ان احنا كنا فيك وكنا ممثلين شاطرين واحنا 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 بدون ذكر اسامي، عشان الناس دي طلعت وعملت كده خلاص بقى اي حد في اليوتيوب زعلان من حد يبقى هو بيعمل زيه. طب احنا مالنا من ده؟ طب ما اللي هو بيقول لك انا عملت كذا وكذا وكذا، طب ما الناس اللي عملت الحوار الفيك وعرفوكوا في الاخر ان هم كانوا فيك، الناس ديت زي ما هي قالت لكم ان احنا كنا فيك ما قالولكمش ليه؟ احنا كسبنا منكم شهادات وكسبنا منكم فلوس وما قالوش كده ليه برضه؟ ما طلعوش يتكلموا في النقطه دي ليه؟ ولا بس بيتكلموا ان انتوا ان احنا عملنا حاجه وانتوا صدقتوها والجو ده؟ ما المفروض برضو زي ما بيقولوا اللي ليهم يقولوا اللي عليهم، يقولوا احنا عملنا كده وخدنا فلوس منكم وعملنا 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 تمام. لان انتوا ايه مسكتوا سبتوا كل حاجه واتكلمتوا عليهم، ده نفس الحوار بتاعهم، ده هم عملوا كذا ده هم عملوا كذا. انا ماليش دعوه بحد وانا ما بقلدش حد، خشوا على فيديوهاتي انا ثلاث ارباعها، انا لو عايزه اقلد هقلدكم ناس كتير وهنزل لكم
كل يوم فيديو. انا واحده من الناس ممكن انزل في الشهر كله بتاع 7 فيديوهات، يعني انا بنزل في الاسبوع فيديوهين فين وفين لما بنزل. تمام، انا مش حابه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده وكفايه. تاني حاجه، انا اخر حاجه انا قلتها اللي هو انا لسه زعلانه وشايله من توته، وان شاء الله لو في خير ان احنا نرجع نكلم بعض تاني هيحصل. وتاني حاجه زي ما قلت لكم اللي ضايقني برضو من ضمن الحاجات ان توته دخلت وطبت لها عليا في الوقت ده على الانستجرام، واول حاجات دي كلها اتحسبت على بعض واتضايقت منها. تمام، انا مش هطول عليكم اكتر من كده، ويا رب تكونوا فهمتوا اي حاجه من الفيديو ده. سلام.